كلمه، كلشي الناس كتشهد لي بهذا الشيء. علاش اليوم بدات ما يكونش الحضور ديالهم من منظومه وزير الثقافه، من المندوب، من كلشي؟ علاش حشومه حشومه وعار عار في هذه البلاد عندنا انسان بهذه الشخصيه انه يتبهدل هكا؟ حشومه وعار. الأصدقاء ديالو أكثر الأصدقاء ديالو، لا من الممثلين ولا من كل شيء، لا من كتاب ولا من كل شيء. علاش ما يحضروش اليوم بالذات في هذا النهار؟ كلهم من الوزارة الثقافة، من الوزير الكبير حتى للشاوش، علاش ما يحضرش؟ شنو ذنبو؟ شنو ذنبو؟ الطالب بحقه. حشومة حشومة، اليوم داز هو وغدا يجي واحد اخر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالاسف بالاسف ما بغيناش هذا الشيء يوقع في هذه البلاد، في هذه البلاد ديالنا العزيزه، ما بغيناش هذا الشيء يوقع للفنان، ولكن قضاء الله وقدر. شكون المسؤول؟ شكون ماني المسؤول؟ ماني المسؤول؟ انا ما عرفتش، عييت من هذا ما عرفتش. السيد علاء ودا بالله، واش ما بغاوش هاد الناس الفنان يعيش بكرامته؟ هاد السيد مطلب الا العيش بالكرامه ديالو، بغير يعيش كريم وبحاله بحال عباد الله. فبطبيعه الحال الشهور هو تيصيفط الرسائل للوزير، دار احتجاج في وزاره الثقافه، حتى جابها ل 27 جابها قد ما بغيناش. الله يرحمه رحمه الله عليه، ما بغيناش توصل لهذه الدرجه. ولكن انا كنسال الان وكنسال امامكم الاخوان، النوبه الجايه عند من؟ شكون؟ لان كاين واحد المجموعه من الناس اللي الان كتعاني، ما لقاتش الخبز لوليداتها، ومن ضمنهم احمد جواد رحمه الله عليه. يعني حتى وصل الانسان لواحد الياس حتى يدفعوا انه يشعل في راسه العافيه، هذا 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 من 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 المستحيلات، من المستحيلات. واش غادي يمكن لي نقول؟ المسؤولين اللي كانوا السبب في هذه المساله راهو ما عارفين راسهم. وانا اكررها، في بلاد كتحترم الفنان وكتحترم المواطن ديالها، كيخص الوزير ديالها يقدم استقالته. الفنان المسرحي يعني كان عنده حضور ديالو، وهو يعني توفاه الله في الظروف التي يعلمها الجميع، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة والتواب. انت وزير الثقافة جيتو بشكل رسمي هنايا ولا بشكل فردي؟ بشكل فردي وبشكل رسمي. كل نفس ذائقة الموت. اليوم انتقل الفنان المسرحي إلى رحمة الله، وقد كان قيد حياته نشيطا يشتغل بإخلاص وبتفاني ومحب للمسرح منذ سنواته الأولى، وشاءت الأقدار أنه يتوفى الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة الأخيرة من حياته. نسأل له إن شاء الله المغفرة والرحمة والرضوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. يعني اش غنقول في الأخ جواد الله يرحمه الله يوسع عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. التعازي ديالي للأسرة ديالو الكبيرة والأسرة ديالو الصغيرة ولكل محبيه ولكل اللي تعرفوه. فأمام هذا المصاب الجلال ما كناش نتمنوا يوصل لهذه الحالة، ما كناش أدا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نتمنوا إن شاء الله أنه الوزارة وسي بن سعيد كوزير اللي عطى الله عطاه يشوف غير من حال هذيك الأم الزوجة ديالو والابنة ديالو مسا والابن ديالو المهدي، على الأقل شقة محترمة، ما يبقاوش مليحين في ديال الكرا، لأنه تلقى الآن راه توفى ومجموعة من الديون ديال الكرا مجموعة عليه. فتنتمناو إلا كانت شي فضل من الوزارة ومن الناس المسؤولين يكرموا هذا الإنسان بعد موته، يكرموا غير بهذا الطلب اللي تنعتبره بسيط، واحد الشقة متواضعة. أنا تنقول للزوجة ديالو والابنة ديالو والابن ديالو.